يحفظهم الله ويخلي لنا علي وطول أعماركم جميع ويحفظكم لنا جميع. احنا نشتي الدستورية الشرعية الدستورية، واحنا بنطالب بقى علي عبد الله صالح حامي الوحدة وحامي الشرعية الدستورية، وسيظل علي عبد الله صالح في قلوبنا وتعيين ارواحنا حراسا عليه. احنا رسالتنا باسمي وباسم الطائفة اليهودية جميعا ان نعم للوحدة، نعم للحرية والديمقراطية، نعم للشرعية الدستورية، نعم للامان للامن والامان، ونفتي علي عبد الله الصالح بآخر القطرة من دمانا. من حالي وأمر استقرار، والشعب يريد علي عبد الله الصالح. احنا مع الدستورية الشرعية ومع ضخامة الرئيس علي عبد الله الصالح، نشتي الأمن والأمان. والله نريد السلام، نريد علي عبد الله الصالح، ما نريد غيره، ونفتي بأرواحنا وبدمانا. احنا لا نريد الا علي عبد الله الصالح، نفتي بالروح بالدم. اليوم قدمنا يعني في مسيرة يعني مع الطائفة اليهودية من اليمن يعني الى السفارة الامريكية يعني، وفي معنا رسالة يعني، ونحن مؤيدين الشرعية الدستورية، ونحن ندعي جميع المجتمع الدولي اي بتعزيز الشرعية الدستورية في اليمن وحماية الديمقراطية، ونرفض الفوضى والتخريب، وندعو للامن والاستقرار. كون امن اليمن والحفاظ على مكتسباته يهم من جميع ابناء الشعب اليمني سواء يهود او مسلمين. اليمن حقنا جميعا، وديانتها هي لله سبحانه وتعالى. يهود ريده ما عزموا يجوا معنا، لا هنا يهود ريده ما عزموا يجوا معنا يعني، خايفين على انفسهم، لا حاجة تدي عليهم مدري ويش. قلنا لا تخاف الا من رب العالمين، كلمه الصدق صدق، ما منحكم يعني كامل الرعيه وخلاكم تمارسوا حقوقكم الدينيه وجميع ما الناس متمتعين فيه من الحريه بشكل عام الا فخامه الرئيس علي عبد الله صالح، وما التحقوا يعني ابنائنا وابنائكم وابائنا واجدادكم تمام للتعليم الا في عهد الرئيس علي عبد الله صالح، كانوا محرومين من ذلك. احنا خايفين من هذا اصحاب اللقاء المشتركه او لا، الذي يعني ضادين للرئيس الجمهوريه الذي منحنا كامل صلاحيتنا في الشعب اليمني يعني. فصحيح يعني عيالنا لم يعزموا، يصير يقول لهم شهرين من الوضع الراهن يعني، لان احنا خايفين كل ما تسوى احنا في التلفزيون تفجعوا عباد الله كيف هذا وكيف هذا، ولو من اتفرج يعني وركز على القنوات هذه الاعلاميه المخربه يعني مشوشه مثل قناه السير، مثل قناه الجزيره الذي توشوش العقل، ما زد عندهم واحد يخرج من الباب حق البيت حق. احفظ لنا علي عبد الله الصالح. الشعب يريد علي عبد الله صالح، الشعب يريد علي عبد الله صالح، الشعب يريد علي عبد الله صالح.